اليوم باش نبدا لايف نتاعي بكري شويه لعده اسباب، نظرا لانه يوم استثنائي اول حاجه، ثانيا لانه ضيفي الاولاني هو السيد محمد ياسين جلاسي المعروف بمهدي جلاسي اللي هو رئيس نقابه الصحفيين التونسيين، بما انه عنده برشا مواعيد اليوم مطلوب برشا من اعلام ياسين، لانه اليوم هو يوم غضب للصحفيين والصحفيات التوانسه. باش ناخذ معاه تفاصيل ونفهموا شنو اللي قاعد صاير على الساحه الاعلاميه الصحفيه وعلى ساحه حرية التعبير وحرية الصحافة. ياسين مرحبا بك وشكرا على حضورك معايا. مرحبا 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 باللي يتفرجوا فينا. احنا موجودين في مقر النقابة الوطنية للصحفيين، موجودة في دارك معناها ومكانك. شكرا أمر لا يستغرب، زميلي ونقيبي أيضا. اليوم هو يوم غضب الصحافة التونسية ياسين، لكن فما معلومة لازم نوضحوها للرأي العام. اليوم هذي ما قررتوش البارح ولا ولد البارح، عنده مدة من المقارنة، عنده 10 أيام اللي قررناه. هو تقرير التحرك صار من مدة طويلة، من كما نقولوا شهر ونص أو شهرين تالي، يعني قررنا نقوموا ونخوضوا بتحركات، ولكن التحديد اليوم حددناه بالضبط عنا 10 ايام او 11 يوم على ما اعتقد. كانت كما يعرفوا الناس الكل كانت الوضعيه سيئه في قطاع الاعلام، كانت هجمه وما زالت هجمه كبيره على مؤسسات الاعلام المستقله والعموميه والمصادره، هجمه سواء من ناحيه الاستقلاليه والحريات وغيره، ومن خلال وضعيه المؤسسات وتعريض الناس العاملين في المؤسسات هذه. اكثر من 700 عائله اليوم مهدده بالاحاله على البطاله الاجباريه بسبب سوء تصرف الدوله في المؤسسات هذه. من بينهم شمس مثلا، بينهم شمس فان برشا، شمس فان كاكتوس برو، دار الصباح، سنيف لابريس اللي هي مؤسسه عموميه ولكن تعاني ايضا من نفس المشاكل. راهو حتى مؤسسات مثل التلفزه والاذاعه مش بعض على هذا، مش بعض على هذا على جانب المتعلق بالاستقلاليه وحريه الصحافه والتعبير، وايضا في وضعيتها الماليه والاقتصاديه والاداريه. وايضا زاد في يتعلق زاد من الاسباب اللي دعت الى تنفيذ يوم الغضب اليوم، هو مساله الاحالات ومحاكمات الراي اللي قاعده تصير في تونس بشكل يعني بوتيره سريعه جدا وخطيره جدا. الاحالات على مرسوم 54 كانوا ضحيتها نشطاء، كانوا ضحيتها سياسيين، كانوا ضحاياها محامين صحفيين. والجرم الوحيد اللي ارتكبوه في احالات على مرسوم 54 هو فقط انهم ناس قالت كلام، عبرت على اراء، كتبت تدوينات، كتبت مقالات، لقاو روحهم يبحثوا. تونس اليوم تحولت الى دوله تجرم الراي المخالف، تجرم الراي المعارض، تمنع فيها التيارات المعارضه والنقابات والمجتمع المدني والمجتمع الحي في تونس انه يكون موجود في تلفزتها العموميه المموله من دافعي الضرائب. وخليني اقول بين قوسين، هو وجودك انت في المكان هذا في حد ذاته دليل ان انا ما نخدمش في التلفزه وتكملت طرت من الاذاعه، معناها نجم حتى بلاصه نخدم فيها. معناها نجم ما نحكيوش ونخليو المثال تاعك انت برك تتكلم عليه. انا عندي فيلم من 2011 ياسين، معناتها مش جديده. انا فهذا اللي الاسباب هذه بالاضافه الى مسائل قطاعيه اخرى تتعلق باتفاقيه اداريه المشاركه للصحفيين وغيره، واللي تحدث عليها في عديد المناسبات القضايا هذه الكل، واللي ما صار فيها حتى تطور، بالعكس انه الوضع زاد سوء، هجمه السلطه على حريه الصحافه والتعبير ايضا زادت سوء، هجمه السلطه مؤخرا اللي صارت على وسائل الاعلام زادت سوء على المؤسسات المصادره، على اذاعه كيما موزعيك، واللي احنا راهو لا نجد اي حرج في القول ان استهداف وايقاف نور الدين بوطار مدير اعلام اذاعه موزعيك كان بسبب الخط التحريري المستقل للاذاعه وتمسكها بحقها في ان تجيب كل الناس وان تنقد السلطه وتنقل كل الاراء المعارضه ويكون عندها دور موضوعي نقدي كما يجب ان يكون عليه الاعلام في تونس. هذا كله خلانا سؤال ياسين جزء كما الفكره انه هذا اللي خلانا نتحركوا. ماناش تحركاتنا ماهيش تحركات محدده بظروف سياسيه، بل ان هي مطلبيه مهنيه مدافع على حريه الصحافه والتعبير. وتعرف انت ويعرفوا الناس انه نقابه الصحفيين من 2008 لليوم، ومن قبل حتى، ولكن على الاقل نحكي على النقابه الوطنيه بالضبط قبل سقوط ماليه وبعده، كان دائما تدافع عن حريه الصحافه والتعبير، كان دائما تواجه السلطه بصوت واضح وبصوت عالي من اجل الدفاع عن حريه الصحافه والتعبير، ومش السلطه الحاليه بانفرادها بالحكم وباستيلائها على كل السلطات بقدر انها تخوفنا، ولا بتوظيفها لاجهزه الدوله الامنيه والقضائيه والعسكريه باش تخوفنا. احنا لا، ما نخافوش، كلمتنا نقولوها بكل وضوح كما نتصور شوف فينا الناس بوجوهنا باسمائنا في العلن، نقولوا في كلامنا في المنابر، في الاذاعات، في التلافز، في الكونفيرونس دو بريس، في الشوارع، امام كل الناس. هذا دورنا وجبنا نقوم به.
اللي يحب يسمع ويتفاعل من اجل مصلحه البلاد ومصلحه المهنه يتفضل، اللي يحب يواصل في المعادات راهو الصحافه هي مهنه تدافع عن نفسها، ما ثم حتى حد عملها مزيه، الحريه ما جابها حتى حد معاه، هي حريه اكتسبها التونسي بفضل دماء الشهداء والجرحى، بفضل تضحيات نضالات اجيال من المناضلات والمناضلين، بفضل الناس المؤمنين بها والمدافعين عليها، اليوم هي موجوده. هذاك علاش ما ثم حتى سلطه قادره انها تنحي الشعب التونسي حريته، والا تتصور انه من السهل انك ترجع تونس الى مربع الدكتاتوريه ومربع الاستبداد. سؤالي في علاقه بنور الدين بودار اللي هو صحفي قبل ما يكون مدير عام اذاعه موزايك، هل وصلكم منه تشكيات في الفترة الأخيرة أنه فما ضغوطات، أنه فما تليفونات، أنه فما محاولات تدخل لتغيير الخط التحريري أو لتغيير توجهات بعض المتدخلين في الإذاعة من بينهم المحللين الصحفيين أو السياسيين، أو أصلاً إقالتهم أو إخراجهم من المشهد؟ والله بشجوبك تعرفني صريح من ما عنديش المغالطة، ولكن في نفس الوقت ما نحبش نتكلم في بلاصة نور الدين بودار. ان شاء الله هو ربي يفرج عليه ويخرج يتكلم بالضبط. هو لازمنا نقولوها اي لا لا مش لا لا قلت لك باش نقول، ولكن كان من الاحسن انه يتكلم هو ما خلاهوش فرصه، هو ما تكلمش، لكن انا اصلا باش ندافع عليا من حقيقه تظهر. لا 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 بالضبط انا جايك معناتها مش قلت هذا انا باش ما نجاوبش، لا بالعكس، ولكن كما قلت جوست حبيت هو يكون يتكلم والا انا ما حبيتش ناخذ بلاصته، ولكن على الاقل باش نقول كلام نجم نقول في علاقه بنور الدين بوتار، ونخلي ان شاء الله كما قلت لك يخرج يكمل يحكي بقيه القصه. نور الدين بوتار يعرف ومتاكد انه بيصير له حاجه، على اعتبار انه ثم برشا تضييقات، ثم برشا ضغوط تعرض لها، وانا شخصيا علمني بصفتي نقيب الصحفيين وحطني في الاطار وقال لي مهدي راهو صاير هكا وهكا وهكا، وانا بطبيعه قال حتى كان باش تصير لحاجه نعرف اللي ثم ناس بشكوا رايا، وخاصه انه نور الدين بوتار صحفي قبل ما يكون رجل اعمال ومالك ومدير عام اذاعه موزايك ومساهم فيها، ويشهدوا كل الناس العاملين في موزايك انه ما كانش يتدخل نور الدين بوتار في الخط التحريري، ما كانش يقول اعمل هكا وما تعملش هكا، كان يسير في المؤسسه، وانه حتى بعد ما تم ايقافه ووجه رساله للناس الكل وبما فيهم لاذاعته، قال تواصلوا العمل بنفس الوتيره بنفس الطريقه بنفس الموضوعيه باحترام الناس، باحترام حق الناس في المعلومه، باحترام كل الاراء المختلفه، بانكم تكونوا موضوعيين مهنيين، ما تدخلوش في الهستيريا. وانا نفرح نشوف اذاعه موزايك مازال تخدم دون الدخول في الهستيريا، دون الدخول يعني في البكائيات، صحيح يتناولوا قضية مدير الإذاعة، ولكن يتناولوها كما يتناولوا بقية الأحداث والقضايا، ولكن باش نأكد لك أنه فما قبل بقداش تشكي لك أنه فما ضغوطات في المدة الأخيرة، والله ما نذكرش شهر أو شهرين، ولكن في المدة الأخيرة ما قالش منين جاية، والله أنا شوف أنا جاوبتك لكن نفضل أنه لا نفضل أنه هو اللي يجاوب عليه. أنا ثم تدخلات ضغوطات على الأقل نعرفوها منين ضغوطات، هو اللي نجم يتكلم عليها ان شاء الله يتكلم هو كي يخرج ان شاء الله يخرج ان شاء الله ربي يفرج عليك بكل شيء وبعد يا مرة. اي ياسين باهي انا زاده صحفيه وننتمي للنقابه وانت صديقي قبل ما تكون حتى زميلي او نقيب، ولكن يلزمني نخدم بمهنيه وبموضوعيه، وفما سؤال ربما يكون انا في قناعتي ايضا من الناس اللي ممكن نعتبر انه موقف النقابه في البدايه ما كانش موقف سليم جدا. نهار 25 جويلية لليوم شنو اللي تبدل ياسين؟ شنو اللي خليكم اليوم تتكلموا كنقاب صحفيين بهذا الشكل بهذا التوصيف فيما يتعلق بالسلطة القائمة سلطة قيس سعيد والناس الموجودين في الحكم اليوم، وقت اللي أنا نهار 25 جويلية وبعده على الأقل الأسابيع اللي موالي 25 جويلية شفتكم كنقابة صحفيين من بين المنظمات الوطنية اللي كانت في صف الرئيس وكانت في صف ما وقع يوم 25 جويلية، ما الذي تغير؟ علاش مشيتوا معاه وقتها وعلاش تويكا بدلتوا موقفكم منه؟ لو كنت تذكر يوم 26 جويلية كانوا صدروا زوز بيانات، على الأقل يهمونا أحد صدروا برشا بيانات، ولكن صدر بيان على النقابة الوطنية للصحفية التونسية، وكذلك صدر حتى قبل ما نقابل رئيس الجمهورية في النهار هذاك في نهار 26، وصدر بيان على ستة منظمات، نقابة الصحفيين، ربة حقوق الإنسان، نساء الديمقراطيات، منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عائمة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل. البيان كان واضح وصريح،
على اعتبار انه المساله الاولى كانت في اللحظه هذيك، وتو ممكن نرجع شويه اخر على الاسباب اللي خلت لحظه كثير، لكن مش هذا سياق، ولكن مهم ان نذكرها. في اللحظه هذيك كانت وضعيه الباب كانت سيئه جدا، وكانت تستوجب تدخل سياسي هذه الحاجه. الحاجه الثانيه كانت تذكر البيان هذاك كانت فيه مسائل واضحه ومحدده، كانت فيه مطالبه واضحه وصريحه بانهاء فتره الاجراءات الاستثنائيه في البيان هذاك، كانت فيه مطالبه واضحه لرئيس الجمهوريه باحترام الدستور 2014، كانت فيه مطالب واضحه وصريحه بضمان الحقوق والحريات وعدم تنفيذ يعني هكا محاكمات واعمال انتقاميه من الطبقه السياسيه اللي كانت تحكم قبل 25 جويلية، واللي احنا كنا نعرضوا فيها وكنا نواجهوا فيها. مش كل واضحين يعني الوضع في 25 جويلية، باش الناس ما تنساش، باش الايامات ما تنسيناش، كان وضع سيء جدا، وانت اذا كنت من الناس اللي تحركوا في الوقت هذاك كان وضع سيء جدا. كانت تذكروا في تكنة حي خضرة كانت 300 قاصر تم ايقافهم كانه في محتشد من المحتشدات النازيه في جانفي 2021. كانت شباب حي التضامن عاشوا حصار في 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 حي التضامن في جانفي 2021. كنا امام مجلس النواب محاضرين لنا تبدي الديمقراطيه النهضه وهشام المشيشي كانت محاضره تبدا تبدي بجدوه هذوك بشده قبلت المتظاهرين لانهم مارسوا حقهم في التضامن. كانت المحسوبيه والفساد، وكانت الدوله يتلاعب بها نبيل القروي وراشد الغنوش وسيف الدين مخلوف وهشام المشيشي. متفقه معك هذا لا انا نقول فيه نعرف لي انا وياك تقريبا متفقين، ولكن ذكرتها بتكون شخصيه. هو طول الوضع سيء جدا، والوضع كان سيء جدا. حد ما يجي يقول لك اش بك كنت مع 25، والاخر يجي يقول لك اش بك تحط رجعني قبل 24. لا انا كنت ضد المنظومه، انا كشخص نقابه صحفيين عندي دورها تقوم بها، ولكن انا كسالني رايي بهدي جلاسي يقول لك انا ضد المنظومه اللي كانت يتلاعب بها راشد الغنوش وهشام المشيشي ونبيل القروي وسيف مخلوف بمصير التوانسه، ويعبدوا بالدوله ويتلاعبوا بالدوله، وضد هذه المنظومه التي تنفرد بالسلطه والتي ترتهن مصالح التوانسه وتسخر اجهزه الدوله للانتقام من الخصوم. ما حتى حد ما يهزنا لثنيه انك يا هذا يا هذا. انا اذا خيرت بين اليمين واليمين ساقرر خوض معركتي، وهذا هو اللي يمشينا فيه. نرجع لك 26 جويليا، في سبتمبر 21 وكانت صدرت برشا مواقف منا ناقده للسلطه. في سبتمبر 26 جاو الناس اللي يتهموا فينا يقولوا اش بيكم تسموها السلطه القائمه، يعني اعتبرنا انها سلطه قائمه. ما هي السلطه كامله الشرعيه على اعتبار انه تم ضرب مؤسسات، غرق البرلمان، ليليوك غيره. كانت سلطه قائمه، او ما يمكن ان نسميه سياسيا سلطه الامر الواقع. علاش نقول لتو سلطه الامر الواقع؟ لانه حتى بدستور 2022 اللي نقابه الصحفيين رفضته بكل وضوح، ومنظمات المجتمع المدني رفضته بكل وضوح. حتى الدستور هذاك اللي رافضينه لم يتم تطبيقه، ما طبقوهوش. يعني هذه السلطه ليست سلطه دستوريه، بل هي سلطه الامر الواقع، سلطه الامر 117، وسلطه الامر 117 اللي كنا ضده زاد. يعني حبيت نوضح انه كانت تونس في فتره سيئه استوجبت التغيير. التغيير اللي صار طلع تغيير الى الأسوأ، ما كانش تغيير الى الاحسن، ووجبنا ان نقول الكلام هذايا. وكانت وهذا بشهاده الجميع ولا ينكر هذا الا جاحد، انه نقابه الصحفيين كانت هي الطرف اللي كان صوته عالي دائما تيلي على الاقل العام ونص الاخرين مع الحكم هذا، كانت دائما في كل المحطات تتكلم، حتى صاروا يتهموا فيها بالسياسه، وسخروا ضدنا الصفحات الفيسبوكيه مولي للسلطه اليوم والمولي للوزاره الداخليه سخروها ضدنا. انا شخصيا عملوا علي حمله تشويه كما وقت شدونا فتره انا ورئيس الرابطه ورئيس المنتداه ورئيس رئيس الديمقراطيات ونور الدين تبوبي من عام اتحاد الشغل، شدونا فتره كامله عاملين علينا حملات. احنا هذا ما يغيرلناش موقف، يخلينا بالعكس ثابتين اكثر على الماركه اللي ياخذوا فيها، على المبادئ اللي قاعدين ندافعوا عليها. لليوم مازال هانت اذا لليوم يكتبوا ناس يقولوا باهي نقابه صحفيين تعمل في السياسه، ما تعملش في السياسه. نقابه صحفيين تدافع على حريه الصحافه والتعبير، تدافع على منظوريه في اي وقت، مش على خاطر تبدي تو داخل ثم معركه بين المعارضه والسلطه. انا نجي نقول اسمع سايب عليا المره هذيا ما نتكلمش، باش ما يحسبونيش على هذا وهذا، انا خذ معركتي. معناتها الصراعات السياسيه ما لازمش تكون عائق امامنا باش نتحرك. احنا الناس تربينا على النضال في كل المحطات، تربينا على انه كلمه الحق يجب ان تقال في وقتها، مش كلمه الحق يجب ان تقال بعد شهرين، لازم تقال في وقتها، تقال في وقتها. لانك انت تو تجي تقول لي هذا مش وقته، لا مش وقته، وقفوا مدير اذاعه،
وانا متاكد وانا مطلع على الملف متاكد ان في حد شيء ومتاكد انه صارت على خلفيه اذاعه موزيك ما تعجبهمش وماش ماشي معاه محامي هتا وزيد الموقف باش يكون موجوده بعد وحتى محامي النقابه مطلع محامي النقابه هتا وانا نقول لك نقول لك خليه من الريبو تاري توقف ما تكلمش معقول هذا انا انتوكا كان عمل حاجه واحد حاجه من هذاك راه ماهوش ما يجلس انا نتكلم عليه المؤشرات مش ما نقولش الدلائل والقرائن الدامغه ياسين مهدي ما بديتش بتوقيف مدينة بوتار وبداية الهرس على الموزايك بدات من قبل برشا وبدينا نشوفوا فيها من 25 جويلية من تمام مع المسويعات من الصيف على التلفزة التونسية اليوم شنو مصير الإعلام العمومي؟ شنو مكانة الإعلام العمومي؟ شنو دور الإعلام العمومي؟ هل مازال فما أمل قائم أنه يتصلح الإعلام العمومي إذاعة وتلفزة وخاصة تلفزة أنه يرجع الترينو للسكة متاعه ويكون هو القاطرة في بناء ديمقراطية حقيقية في إعادة إرساء المبادئ نتاع حرية التعبير وحرية التفكير وحرية الصحافة والصحافة سلطة رابعة تحاسب وتوازن وتواجه وتنقد وتعارض دائما كل من هو في الحكم لأنه أنا نعتبر شخصيا أنه هذاك دوري أنا مش دوري أني نطبطب على اللي في الحكم ولا نمشي في الركاب نتاعه دوري ديما أني نكون ناقوس الخطر وديما نكون المصباح الذي يضيء الطريق الصحيح وضمير السلطة القائمة كل ما تغلط كل ما انا ننقدها باش نرجعها للطريق الصحيح. صحيح امال التلفزه التونسيه وهذا قلناه في عديد المناسبات من جويليا 2021 التلفزه التونسيه تحولت الى تلفزه وما بلاش كنقول انها تلفزه سوفيتيه. سوفيتيه بمعنى انها تلفزه الدعايه التافهه تلفزه الراي الواحد وتلفزه البروباغندا. ولهنا خليني نميز على الأقل ما بين قسم الأخبار وما بين قسم الأخبار وما بين البرامج لأنه التوجيه الكبير اللي صاير في البرامج توجيه للناخبين